بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأتابع معكم درس الاتصال والنهايات، تدرب وحل مسائل لحل مسائل الكتاب. وصلنا لهاي النظرية اللي هي نظرية القيمة المتوسطة. هاي بتقول إذا كان عندك أنت قيمة فترة مثل AB وفيها اف الاي مثلا سالب واف البي موجب، فإن بالوسط بده يكون صفر للدالة. مثلا النتيجة يقول إذا كان اف اكس دالة متصلة وكان اف اي واف اف بي مختلفين في الإشارة، فإنه يوجد عدد واحد على الأقل سي بين اي وبي بحيث اف سي يساوي صفر، أي يوجد صفر للدالة بين A و B. لاحظوا هذا المثال، عندي دالة هيها وعندي الفترة من سالب 4 إلى 4، ويقول حدد الأعداد الصحيحة المتتالية اللي ينحصر بينها أصفار الأعداد الحقيقية. رحنا كتبنا كل الأعداد الصحيحة بين السالب 4 والأربعة بالجدول كما تشاهدون، وعوضناهم بالدالة وطلعنا صورهم. تمام؟ إذا تلاحظوا الآن بعد ما احنا طلعنا الصور إنه في اختلاف بالإشارة بين اف السالب 3 واف السالب 2، هنا في صار اختلاف، كان سالب بعدين صار موجب، إذا هون يوجد صفر للاقتران، يعني في قيمة للدالة. أنا لما أقول اقتران يعني دالة، بين سالب 3 وسالب 2 في صفر للدالة، يعني بنعوضها يطلع صفر. ليش؟ لأنه كانت سالب ثم صارت موجب. وأيضا هنا يوجد صفر للدالة بين صفر والواحد، ليش؟ كانت موجب صارت سالب، ثم هنا لأنه كانت سالب وصارت موجب. إذا يوجد ثلاث أصفار للدالة. خلينا نشوف رسمتها. لاحظوا صفر الدالة الأول اللي هو مقطع محور إكس، هذا صفر الدالة الأول بين السالب 3 والسالب 2 هنا، والصفر الثاني يعني مقطعه مع محور إكس بين الصفر والواحد هنا اللي حكيت لكم عنه، والصفر الثالث بين الواحد واثنين هنا. إذا الإجابة راح تكون ثلاث أصفار. يلا نفس الإشي هنا، ماذا نعمل؟ سؤال 12، راح نعمل جدول بين السالب 2 والأربعة ونطلع صورهم كما تشاهدون. الآن بنشوف تغييرات الإشارة، إف الدالة كانت سالبة 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 أصبحت موجبة، هنا يوجد صفر للدالة بين الواحد واثنين. إذا بين الفترة واحد واثنين يوجد صفر للدالة، بس يوجد صفر واحد، يعني لما نرسمها تقطع محور إكس مرة واحدة. شايفين كيف؟ هيها وين قطعت محور إكس؟ بين الواحد واثنين. تمام؟ هذا سؤال 12، بما أن إف الواحد سالبة وإف اثنين موجبة يوجد صفر للدالة إف إكس في الفترة من واحد لاثنين. إن شاء الله نكون واضح، وإذا مو واضح شوف سؤال 13، نفس ليش معطيني دالة معطيني دالة هاي هي الدالة، معطيني فترة. رحنا حطينا الفترة من سالب 4 لغاية 4، كل الأعداد الصحيحة اللي بينهم. مسكت الآلة الحاسبة وعوضت قيم إكس في الدالة. لاحظ وين الاختلاف، بدأت الدالة موجبة هون، موجبة يعني فوق محور إكس، لغاية قبل السالب 2 أصبحت سالبة. ها بالفترة من سالب 3 لسالب 2 تغيرت إشارتها، هنا يوجد صفر، هنا يوجد صفر للدالة. شو يعني صفر للدالة؟
عدد يجعلها صفر أو مقطع لها مع محور إكس. بنتابع سالب سالب، من سالب إلى موجب هنا أيضا يوجد صفر، وهذه الفترة وين؟ من سالب واحد للصفر. بين السالب واحد والصفر، هاي السالب واحد صفر، وهون سالب ثلاث سالب اثنين. بنكمل موجب موجب موجب، أصبحت سالب بين اثنين والثلاث في صفر. شايفين الرسمة؟ إذن شو نقول؟ بما أن المهم يوجد صفر بين سالب ثلاثة وسالب اثنين، وبين سالب واحد وصفر، والفترة بين اثنين وثلاث. نفس الاشي سؤال 14، له صفرين، واحد بين السالب واحد والصفر، هيو في تغيير في الإشارة، كان موجب وأصبح سالب، وهنا سالب وأصبح موجب بين الواحد واثنين، تمام؟ إن شاء الله. إذن بما أن إف السالب واحد وإف الصفر، إف السالب واحد موجبة وإف الصفر سالبة، يوجد صفر للدالة يقع بين السالب واحد والصفر، وكذلك بين الصفر بين الواحد. هذه في الفترة في الصفر واحد غلط، في الفترة واحد اثنين هاي بدنا نصححها. هذا أنا أخذتها جاهزة هيك، بس لأن ما معي وقت اللي أطبع ففي أخطاء. كذلك يوجد صفر للدالة في الفترة من واحد لاثنين. إذن في عندي فترتين، من سالب واحد إلى صفر ومن واحد إلى اثنين. ليش؟ لأنه في الواحد كان سالب وفي اثنين صار موجب. نفس الاشي وبالتمام، لحظة هذا كله سالب، ما في أي تغيير في الإشارة من بيانات الجدول، ومن الرسم البياني أيضا يتضح أنه لا يوجد أصفار للدالة. اللي بعده وين تغير؟ وين تغيرت الإشارة الدالة؟ تغيرت بين السالب اثنين والثلاث، تغيرت بين سالب اثنين وثلاث شرط الدالة. إذا يوجد صفر مش بين اثنين وثلاث، لا إكس، إحنا نأخذ قيم إكس، شرط الدالة هون تغيرت عنده. إذا يوجد صفر للدالة في الفترة من اثنين لثلاث. وتلاحظوا بالرسم، هاي الثلاث هاي اثنين، صفر الدالة بينهم. بنلاحظ سؤال 17، سلوك طرفي الدالة اللي انتو شايفينها. يلا بدنا نشوف الآن، نأخذها بدنا نكتب سلوك طرفي الدالة هنا. إذا إكس بتروح للما لا نهاية من الجنوب من اليمين، لاحظ إكس رايحة للما لا نهاية من اليمين، إف إكس وين رايحة؟ صاعدة فوق أيضا للما لا نهاية، تمام؟ إذا إف إكس بتروح للما لا نهاية، هذا الحالة الأولى. إذا وإذا إكس رايحة للسالب ما لا نهاية من اليسار، هاي سالب ما لا نهاية وهي ما لا نهاية، إف إكس وين رايحة؟ أو الواي رايحة كمان فوق، إذا
fx go to infinity موجب. لاحظوا هاي الأولى. طيب الثانية، لاحظ إذا إحنا مشينا الأقصى اليسار للما لا نهاية، إذا x راحت للما لا نهاية فإن إذا x راحت لأقصى اليمين فإن fx وين نازلة؟ تحت، فإن fx go to minus infinity. وإذا لاحظوا روحوا أقصى اليمين أقصى اليسار، هون اليسار هون سالب ما لا نهاية، وإذا x راحت لسالب ما لا نهاية الإف وين طالعة؟ فوق، يعني على اليسار رايحة فوق، فإن إف إكس بتروح للما لا نهاية طرفية. تمام، طرف اللي على اليمين نقول إكس رايحة للما لا نهاية، طرف اللي على اليسار نقول إكس رايحة للسالب ما لا نهاية، وبعدين نشوف وين الدالة، طالعة فوق معناته ما لا نهاية، نازلة تحت معناته سالب ما لا نهاية. اللي بعده نفس الاشي بالتمام. سؤال 19، اكس رايحة للما لا نهاية الطرف الاول، اف اكس رايحة مش تساوي هيك تروح سهم، تكون اف اكس كمان رايحة للما لا نهاية. تمام، واذا اكس بتروح سالب ما لا نهاية على اليسار برضو اف اكس وين رايحة؟ للسالب ما لا نهاية، هذا الطرفي البعيدان. بيظل عندي الثلاث من اليمين رايح ما لا نهاية وثلاث من اليسار سالب ما لا نهاية. اكس بتروح، شوفوا كيف اكتبها، ثلاثة من اليمين يعني على يمين العدد ثلاث، الدالة اف اكس رايحة للما لا نهاية لفوق، واكس رايحة لثلاثة من اليسار، يسار الثلاث اف اكس رايحة سالب ما لا نهاية. وعند الثلاث ترى الدالة مش معرفة، بيخلي المقام صفر. نفس الاشي هنا، يلا صاعد ترى هذا رايح فوق هيك، فا اكس بتروح للما لا نهاية، اف اكس كمان وكأنها تقترب من خط تقارب، خط افقي هيو سالب اربعة، وكأنه خط تقارب اف اكس تقترب من سالب اربعة، مش طالع للما لا نهاية. تمام، واذا اكس كمان تروح للسالب ما لا نهاية نفس الخط تقترب له اللي هو واي يساوي سالب أربعة، اف اكس تقترب من سالب أربعة. بيظل عندي هذا اللي هو ستة بين، لأنه غير معرف عند الستة، مشكلته هذا عند الستة، فستة من اليسار اف اكس بتروح للما لا نهاية، اكس بتروح ستة من اليمين اف اكس سالب ما لا نهاية.
نفس الاشي سؤال 21. إذا إكس بتروح للمالانهاية، لاحظ إف إكس طالع فوق، إف إكس رايح للإنفينيتي، وإذا إكس رايحة سالب مالانهاية، لاحظ إف ترى نازل، إف إكس go to minus infinity، بيظل صفر من اليمين. اف اكس go to infinity، اكس بتروح صفر من اليسار، يسار الصفر، اف اكس go to minus infinity. تمام. سؤال 22 سالب 8 معناته سالب 4 معناته هاي سالب 2، يتقرب هون من السالب 2، يعني لما اكس بتروح على السالب ما لا نهاية، اف اكس رايحة على السالب 2، نفس الاشي اكس بتروح سالب ما لا نهاية، اف اكس بتروح لسالب 2، أيوة بيظل عندي هذا الرقم، بدنا نطلعه من صفر المقام، 9 على 4 الجذر التكعيبي للتسعة على أربعة من اليمين ومن اليسار، ما بدناش. نفس الاشي هون السؤال بدنا اياكم تروحوا على الحاسب البيانية بتنزلوها ديسماس وتصفوا سلوك الدالة. بدي أتوقف عند سؤال 23 لحين أنتو كمان بتساعدوا وبتفهموا الأشياء المطلوبة منكم.